اخر حاجه وصلنا لها امبارح ان احنا قلنا دخلنا الاستاتيك ايرثكويك ودخلنا ريسبونس ايرثكويك، وصلنا ريسبونس ال 85% من الاستاتيك لانه كان اقل من الاستاتيك، وقلنا هنشتغل على ايه؟ على الريسبونس. بعد كده شيكنا على حته الماس بارتيسيبيتنج ريشيو وطلعت اكبر من كام؟ من 90%. المنشا بتاعي بالشكل ده هوت. انا دلوقتي عايز ادخلت الايتابس عشان اصمم ايه؟ العمدان والشيرول. اول تشيك المفروض اعمله قبل ما اصمم العمدان والشيرول زي بالظبط انا لو داخل بلاطه في السيف، هعمل ايه قبل ما اصمم المومنت؟ هشيك على الديفليكشن. هو نفس الكلام اللي هعمله هنا دلوقتي. ان انا ايه هعملها قبل ما اصمم العمدان والشيرول؟ ان انا اشيك على الحركه الجانبيه على الديسبليسمنت. هي كانها ديفليكشن برضو بس ايه؟ بس جانبي. ديفليكشن في البلاطه راسي. ديفليكشن في الثري دي هيبقى ايه؟ او الديسبليسمنت في الثري دي هيبقى ايه؟ هيبقى جانبي. فعندي مصطلحين مهمين جدا في الحته دهيت، حاجه اسمها الدريفت وحاجه اسمها الديسبليسمنت. اول حاجه هشيك عليها اللي هي المهمه يعني واللي موجود ليها حدود في الكود، هي حاجه اسمها الانتر ستوري دريفت اندكس. ايه الانتر ستوري دريفت دهيت؟ بيقول لك الحركه النسبيه للدور وهي مقدره كالفرق بين متوسط الحركه الجانبيه عند اعلى واسفل الدور. يعني مثلا عايز اجيب الانتر ستوري دريفت عند ستوري 9، هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الديسبليسمنت عند ستوري 9 ناقص الديسبليسمنت عند ستوري 8. الفرق بين الدورين دول، الفرق بين ستوري 9 الديسبليسمنت عند ستوري 9 ناقص الديسبليسمنت عند ستوري 8 ده اسمه ايه؟ اسمه الانتر ستوري دريفت عند ستوري 9. يبقى اول اندكس عندي في حته الديسبليسمنت او الحركه الجانبيه هو الانتر ستوري دريفت اندكس. هو الانتر ستوري دريفت اندكس وهو زي ما قلنا هو الحركه النسبيه للدور وهي مقدره كالفرق بين متوسط الحركه الجانبيه عند اعلى واسفل الدور. الانتر ستوري دريفت عند ستوري 9 هو الديسبليسمنت عند ستوري 9 ناقص الديسبليسمنت عند ستوري 8. ده هعرضه ازاي؟ على الايتابس. هخش على الايتابس واجيب ديسبلاي ستوري ريسبونس واقول له عايز الماكسيمم ستوري دريفت. نتيجه ايه؟ احنا قلنا خلاص شغالين على ايه؟ على ريسبونس دلوقتي. شغالين على ريسبونس بس. فيا اما ريسبونس اكس او ريسبونس واي. ريسبونس اكس هشيك على ايه؟ على اكس، وريسبونس واي هشيك على واي. ما اسموش ديفليكشن، اسمه ديسبليسمنت. فهجيب ريسبونس اكس وفي اكس اشيك على الازرق البلو اللي هو الاكس. فالاكس طلع لي بقد ايه؟ اللي هي اخر نقطه دهيت اللي اعلى نقطه دهيت اللي هو اصلا كاتبها لي تحت عشان الاكس هو الاكبر. او لو وقفنا هنا هيظهر لي قد ايه؟ هيظهر لي بيقول لي بوينت او او 2 5 4 7. فلو كتبنا الرقم ده هو بوينت او او 2 5 4 7. شوف كده وحداته ايه؟ الوحده بتاعته ايه؟ يونتليس. معنى كلمه انها يونتليس معنى كده انه قاسم طول على طول. تمام كده اهوت؟ عشان بقيس ديسبليسمنت بالمتر مثلا او بالملي وهو قاسمه على طول تاني. تعال نشوف هو قاسمه على ايه. لو فتحنا دي تاني هيقول لك فايند ماكسيمم فاليو، فهتلاقيها يونتليس. ليه؟ لانه قاسم الانتر ستوري دريفت على اتش ستوري. الايتابس لما يجي يطلعها لي القيمه اللي طلعها لي ديت هي عباره عن الانتر ستوري دريفت اللي انت عايزها، الانتر ستوري دريفت الماكسيمم على الاتش ستوري. يعني مثلا هو دلوقتي طلع لي الماكسيمم عند انهي دور؟ الدور السادس اللي هو عباره عن ايه؟ الفرق بين مين ومين؟ السادس والخامس بالظبط كده. ده الانتر ستوري دريفت. راح هو قسمه لي كمان على اتش ستوري اللي هو كام عندي؟ 3 متر. فهو ريحني واداني حاجه جاهزه لان في الكود هو برده الكود بيبقى عايز الاتش ستوري دي تدخل معايا في الايه؟ في القيمه. فدلوقتي ايه؟ الكود بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت دي الماكسيمم فاليو انت طلعتها من الايتابس دهيت اللي هي الايه؟ اللي هي اليونت ليست اللي ملهاش وحده اللي هي الانتر ستوري دريفت على ايه؟ على اتش ستوري. هتجيب الماكسيمم فاليو. لو انت كنت بتشيك على ريسبونس اكس فهتجيب الماكسيمم فاليو فين؟ في اكس اللي هو البلو. وهتضربه في كام؟ في كام؟ في ار في ميو. والرقم دلوقتي المفروض يبقى اقل من كام؟ بوينت او 5. تعالى نضربه في 7 من 10. في ار، الار بتاعتك كانت بكام؟ ب5 في ميو. ايه ميو دهيت؟ ميو دهيت الكود الار احنا جبناه امبارح. الكود مديني ميو دهيت وبيقول لي اهيت بيقول لي حاجه اسمها معامل تخفيض الازاحه. بتعتمد على ايه؟ تعتمد على ايه؟ مجموعة الأهمية. أنا كنت مجموعة الأهمية بتاعتي ايه؟ التالتة اللي هي المنشآت العادية والغير مرتبطة بأية مجموعات أخرى.
التالتة الميو بتاعتها بكام؟ بنص. فهرجع هنا واضرب الميو بتاعتي اللي هي بنص حسب المجموعة التالتة. الار والار احنا جبناها امبارح اللي هي بخمسة. لو ضربنا التلات ارقام دول في بعض اللي هي بوينت او او 2 في 7 من 10 في 5 في نص هيطلع الرقم ده هو بوينت او او 4 4 5 او 4 4 6. وانا المفروض الرقم ده يبقى اقل من كام؟ بوينت او 5. كده سيف ولا انسيف في اتجاه اكس؟ كده اتجاه اكس سيف، عشان دلوقتي كنت بشيك على الديسبيسمنت في اتجاه اكس، وده المنطقي ان اتجاه اكس سيف لان اتجاه اكس هو الاتجاه القوي. تعال نشوف كده اي دور، شوف كده اتجاه اكس هو الاتجاه القوي اصلا للمبنى، اتجاه الضعيف للمبنى هو واي، اتجاه اكس اتجاه قوي. فعشان كده ايه الانترستور دريفت سيف في اتجاه اكس. ولو نسيب هنعمل ايه؟ احنا هنعرف بقى في واي هيبقى انسيف، هنشوف هنعمل ايه بقى. تعال نشوف واي. ما هو ايه شوف اكس اقوى ازاي؟ شوف دلوقتي المتفرنشي حوالين اكس عباره عن ايه؟ ده محور اكس اهو عباره عن ايه؟ اتجاه اكس اللي هو قصدي، لا انا قصدي عفوا اتجاه اكس ده هو المتفرنشي حوالين واي. اتجاه اكس هو الاتجاه ده اهو، الاتجاه ده هو ده اتجاه اكس. فانت بتجيب المفروض في اتجاه اكس يبقى المتفرنشي حوالين مين؟ حوالين واي. حوالين واي موازي في عمود التكعيب. شوف العمود التكعيب قد ايه؟ ففي الحاله دي ايه؟ اتجاه اكس هو الاقوى. فعشان كده كنت متوقع ان اتجاه اكس سايب فين في الانتر ستوري دريفت. لو جينا بقى حسبنا ريسبونس واي، نتيجه ريسبونس واي وشايك على اتجاه مين؟ على اتجاه واي. فاجي اجيب اقصى قيمه دهيت اللي هي عباره عن برده في ستوري 6 اللي هو الفرق بين ستوري 5 و6 طلعت لي بكام؟ بوينت 006. اصلا قبل ما اضربها في 7 من 10 في ار في ميو اصلا هي كبيره. فكده هي انسيب. ازاي بنحل المشكله دهيت؟ زي ما جينا هنا وكنا بنتكلم قلنا احنا حطينا شير وول في اماكن معينه ما تعرضش المعماري بتاعي وهنشيك عليها. في اتجاه اكس نفعت لان قلنا اتجاه اكس هو اتجاه طويل المبنى. اتجاه واي انا مش حاطط غير الحته دي والحته دي ويعتبر الكور. تمام؟ فدول مش مسيفين واتجاه واي اصلا اتجاه ضعيف. فهعمل ايه؟ هضطر ان انا احول اشوف اماكن ينفع احط فيها فريمنج اكشن، يعني كاميرا بين حيطه وحيطه او بين حيطه وعمود، او اماكن اعرف احول فيها احط فيها حيطان. فجينا شيكنا لقينا للعمود ال 30 في متر ونص ده وال 30 في متر ونص ده ينفع احولهم حيطان 30 في 2 متر. جينا لو جيت شيكت على اللوحات المعماريه اللي عندك مش هتلاقيها بتعرض حاجه، مش هتلاقيها داخله في طرقه ولا اي حاجه. فدول هنحولهم لحيطان 30 في 2 متر وهعمل فريمنج اكشن بين الحيطه دي والحيطه اللي انا حولتها دهيت وبين الحيطه دي والحيطه اللي انا حولتها 30 في 2 متر دهيت. فيبقى الشكل عندي عامل ازاي؟ عامل بالشكل ده. فريمنج اكشن 25 في 70 هنا اهوت والحيطتين دول اللي حولتهم بقوا 30 في 2 متر. فهيقوي لي شويه اتجاه مين؟ اتجاه واي. فنعمل ايه في الحاله دي؟ ندخل على الدي اكس اف. هو مش معايا الحيطتين دول، انا برضو بشوف اماكن ينفع احط فيها حيطان. بالظبط، ما انت مش عايز تعرض المعماري في حاجه. تمام؟ فهندخل نجرب الاول بدول هنشوف الرقم هيبقى بكام. احنا دلوقتي الديزاين كله تراي اند ايرور. فانا خلاص لقيت الاتجاه ده ضعيف، الدريفت طالع لي بكام؟ قبل ما اضربه في 7 من 10 ار في ميو. يعني بعد ما اضربه هيبقى حوالي 8 من 1000. كبير كتير. المفترض يوصل ل 5 من 1000. فانا بعمل ترايل بالشكل ده نشوف هو يوصل بكام. اوبن دي اكس اف بتاعك انا اهوت. اجيب دي اكس اف وافتحه. ممكن اعمله سيف از. برضه في دي اكس اف واسميه بروجكت برضه، بس اسميه بروجكت ايه؟ انا شايف دلوقتي على الدريفت مثلا. وسيف واي دي اكس اف 2000. سيف. دلوقتي انا قلت ايه؟ قلت والله انا هشيل الحيطه العمود دهوت ديليت وهجيب الوول هعمل لاين. لا الوول كنت برسمه خط.
الوول كنت برسمه خط، فاجيب منه مش بالعافيه يعني، كنت برسمه خط. هعمل حته 2 متر، الناحيه الثانيه برده نفس الكلام، هشيل العمود دهوت وهعمل لاين حته قد ايه 2 متر. بعدين هعمل كمرتين 250 في 70 لاين من هنا لحد الحيطه دي، من هنا لحد الحيطه ايه دي. كانت مش هتعرض لك المعماري، لما تيجي تشيك على حيطه المعماري مش هتعرض لك المعماري. لاين من هنا لحد الحيطه دي كده، خلاص عملت الحاجه اللي انا عايزها. اسيف سيفته كده خلاص، دي اكس اف اطفيه. بيقول لك عايز تحفظه دي دبليو جي، تقول له ايه؟ اقول له نو. اجي افتح الايتابس تاني، اقف في الستوري 1 واجيب في الاول ستوري، اختار في الاول ستوري واعمل ايه؟ بس قبل ما امسح برده نسيف ده، هو سيف از فايل، سيف از ونسميه برده نفس الكلام بروجكت ايه؟ بروجكت دريفت مثلا. كده سيفته، هشيل العمودين دول في الاول ستوري، اخترت ده واخترت ده، المفروض يوصل لي كام فريم؟ 28 فريم، هم 14 14، واعمل لهم ديليت. اجيب اون ستوري تاني عشان ما اغلطش واعمل حاجه غلط، واجيب فايل امبورت ارك بلان، انا سايفه اسمه بروجكت دريفت دي اكس اف اوبن، انا عايزه في ستوري 1 بالمتر، اوفر رايت، شيل اد سنتر لاين، اوكي. اي تعديله عدلها في الدي اكس اف واسحبه تاني، تمام. دلوقتي انا عايز ارسم ايه؟ عايز ارسم الحيطان، هجيب درول اون بلان، الحته اللي انا عايز ارسمها 30 سنتي، واجي هنا اقول له ايه؟ اد ايتابس وول، واجي هنا بقول له اد ايتابس وول. بعدين عايز ارسم الكمرات، اجيب لاين كمره 250 في 70، هنا اد بيم وهنا اد بيم، تمام كده. خلاص كده هبتدي اختارهم، هشيل خالص بقى الارك بلان بي سيلكت اول، ابتدي اختار الحيطه والبيم والبيم والحيطه، اعمل لهم ايه بالظبط؟ اديت ريبليكيت من اول ستوري 2 لغايه الاخر خالص، من اول ستوري 2 لغايه 14. اوكي جيت اعملهم لي ريبليكيت وطلعنا فوق، هنلاقي الحيطان بالكاميرات، ده الحيطان بالكاميرات. ننزل تحت كده في البيز عشان لو كان غير لي السبورتات، بتبقى انا رسمت حته يعني جديده، فهختارهم كلهم تاني واعملهم فيكسد، صح كده؟ فيكسد كلهم اتعلم عليهم صح، اوكي. وبعدين اختار الحيطان دي في الاول ستوري، يعني هاجي اعمل في الاول ستوري، خلينا نقول سيلكت البروبرتيز وول، واختار الحيطان ال 30، سيلكت كلوز شو سيلكشن اونلي، اختار كلهم عامل لهم ليبل، فاكرين البير ليبل اللي احنا عملناه امبارح؟ لو جينا في الاذر اساينمنت اظهرها لي بالليبل، هتلاقي كله معمول لي ليبل. وصلنا لغايه دبليو 1 دبليو 2 دبليو 3 4 5، نعمل دي 6 بس نختارها بقى في الاول ستوري، اختار ال 14 شيل، اقول له اساين شيل بير ليبل، اقول له موديفاي، ازود واحده اسمها ايه؟ دبليو 6
اد ودبليو ايه 7 عشان اللي بعديها اد. قول له اوكي سمي دي ايه دبليو 6 ابلاي، بس ما دبليو 6 اختار الثانيه دي اختار لي 14 شيل برده سميها دبليو ايه 7 اوكي. ودي بقى اسمها 6 ودي اسمها 7. بعد كده كنت اعمل لهم كلهم اوتو مش من وول اوتو مش، فاضل بس الاثنين دول فاختار الاثنين دول ما اتعمل لهمش واختار اساين شيل وول اوتو مش اوبشن، وانا نختار اخر اثنين دول اللي هو ريكتانجولار مش ويعمل لهم ريسترين عشان يقسمهم مع البلاطه اوكي. كده كله معمل له ايه اوتو مش. بعد كده نظهر ايه شو اول اوبجكت. كده احنا دخلنا الحتتين اللي قلنا عليهم وعملنا الفريمنج اكشن احنا ايه اللي احنا قلنا عليه. تعالى نرن تاني ونشوف ايه اللي هيحصل. نعمل بس دلوقتي ورانا اهوت نقول ديسبلاي ستور ريسبونس ونشوف ايه ماكسيم ستور دريفت نتيجة مين؟ ريسبونس وول. تلاقي بقد ايه؟ اقل من كام؟ من 6 ل 4. المفروض القيمة دي هنضربها في 7 من 10 في ار في ميو المفروض تطلع اقل من كام؟ 0.05. حتى لو تعب بقى ازيد شوية ممكن تلعب في أي حاجة تانية تعمل فريمنج أكشن تاني، بس أنا قصدي إن الحل ده بيعمل لها إيه؟ ده حل أهو. شير وول مع الفريمنج أكشن حلها وقللها. عايز تقل كمان ماشي خلاص شوف اي مكان تاني تحط فيه شير وول في واي بس تكون مكان كويس وتحط الشير وول دهيت او تعمل فريمنج اكشن في واي بحيث تقوي اتجاه ايه؟ بحيث تقوي اتجاه واي. اتفضل. فزي ما قلنا طلعت القيمه بتاعت واي قلت، فعايز تقل كمان بعمل ايه؟ خلاص الحلول معايا عندي ان انا بقوي اتجاه واي وعرفنا ازاي نقوي اتجاه واي تمام كده؟ التشيك التاني المطلوب برده طبعا سلوك الحيط احسن من سلوك العمود طبعا. تاني تشيك المفروض اشيك عليه اللي هو الماكسيم ديسبليسمنت. الماكسيم ديسبليسمنت بقى ده هو الماكسيم ديسبليسمنت بتاع المبنى ككل اللي هو الماكسيم ديفليكشن التوب، حتى اسمه ماكسيم ديفليكشن التوب اللي هو اقصى حاجه الايه المبنى كله اتحركها حركه جانبيه. عشان كده لما نيجي نعرض الماكسيم ديسبليسمنت لما نيجي نقول ديسبلاي ستور ريسبونس واجيب الماكسيم ديسبليسمنت ماكسيم ستور ديسبليسمنت نتيجه ريسبونس اكس هلاقي ان اقصى قيمه هي عند اعلى دور، لكن الثانيه كانت ممكن تبقى في الدور اللي في النص. انتر ستور دريفت ممكن تكون في الدور اللي في النص، انما ديسبليسمنت لا دي اقصى قيمه. فلما نيجي نشوف اكس ونشيك على اكس اللي هو الازرق هنلاقيه بكام؟ طلع لي بكام؟ 0.074 0.074 0.074 اللي هي القيمه دي انت معلم عليها يظهر لك بيقول لك سناب بتول انت معلم عليها يعني 0.074 بس دي المفروض ليها وحده، وحدتها بالايه؟ بالمتر. هو مديها لك تحت اهيت ديسبليسمنت بالمتر ديسبليسمنت بالمتر. فعشان كده لو جينا هنا اهوت وبيقول لك ايه؟ بيقول لك الماكسيم فاليو اللي هتجيبها ديت تبقى اقل من الالاوبل. الالاوبل عباره عن ايه؟ الالاوبل هنا بيختلف بين الدول وبعضها، مفيش قيمه منصوصه عليه ثابته. في ناس تقول لك من اتش توتال على 250 اتش توتال على 500، في ناس تقول لك من واحد من 1000 ل 5 من 1000 اتش توتال، هو قيمه في اتش توتال. فمثلا لو حسبنا اتش توتال بتاعتي كام متر؟ 42 متر يعني بالملي في 1000، وقسمنا على ال 500، ال 500 دي اللي هي يعتبر يعني اللوبل برضو اللوبل قليل، انا كده في السيف سايد برضو قسمت على 500 يعني لانها 2 من 1000، في ناس بتوصلوا 4 من 1000 و5 من 1000 كمان. فاقسمه على 500 هتلاقي الالاوبل 84 ايه ملي 84 ملي ده الالاوبل بتاعي. اصلا هو طلع لك كام؟ طلع لك كام؟ 74 ملي. يبقى انا كده في الاكس ايه؟ مسيب. تعال نشوف كده الواي. الواي هيطلع زياده شويه تيجي ريسبونس واي. الواي الاحمر بكام؟
ب 141 ايه؟ ب 141 مللي. طيب اتش 500 كده مش هيسيف، لكن لو قسمنا اتش مثلا على 250 طلعت 168 مللي، فهتبقى مغطيه القيمه دي. فانت كده في الديسبيسمنت انت متراوح بين قيمتين بالقيم مختلفه، ما حدش نص عليه نص واضح ولا منصوص عليه نص واضح في الكود المصري كمان. تمام؟ برضه نفس الطريق الديسبيسمنت والدريفت بننقله بنفس الطريق، انما قصدي المفترض تشيك عليه وتراعي فيه الالاوبل هو الانترست والدريفت، لان ده منصوص عليه قيمه في الكود المصري. تمام كده اهوت. بعد كده عايزين نشوف حاجه اللي هي ايه، حاجه اسمها سنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي. السنتر اوف ماس بيقول لك بتعتمد على ابعاد البلاطه وسمكها وبتاثر فيها الايرث كويك. الايرث كويك لما بيجي ياثر الاحمال الجانبيه لما بتيجي تاثر في البلاطه بتاثر في السنتر اوف ماس بتاعها. طب البلاطه بقى بتقاوم الاحمال دي بايه؟ بحاجه اسمها سنتر اوف ريجيديتي. والسنتر اوف ريجيديتي ده بيعتمد على ايه؟ على توزيع العمدان والشير وول والكور بتاعك. لازم تخليهم سيمتري مع بعض، لازم تخليهم توزعهم بطريقه سيمتريه وتوزعهم بطريقه مكافئه في اكس وواي. ما توزعش كل الحيطان في اكس وتسيب واي من غير اي حيطان، ما توزعهمش كلهم في واي وتسيب اكس من غير اي حيطان. يبقى الزلازل بتاثر فين؟ البلاطه بتقاومها بايه؟ بالسنتر اوف ريجيديتي. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك انا لو عندي زلازل في واي، فالزلازل اللي في واي مين اللي هتاثر في السنتر اف؟ السنتر اف ماس. تمام كده؟ هيقاومها مين؟ السنتر اوف ريجيديتي. لما تبقى عندك الزلازل في واي بتظهر لك اكسنتريستي في السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي في اكس. لما يبقى عندك كيو واي بتظهر لك اي اكس اكسنتريستي بينهم. بيقول لك ان الاي اكس اللي ظهرت من السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي المفروض تبقى اقل من او يساوي 15 من 100 اكس، اكس بعد المبنى في الاتجاه الموازي لايه؟ للاكسنتريستي. بعد المبنى، انا بعد المبنى عندي في اتجاه اكس كان كام؟ كان كام؟ كان حوالي 27 متر او 28 متر بالكابور بالكوابير اللي في التبك. فقول مثلا 28 متر المفروض تبقى الاكسنتريستي اقل من كام بقى في 28 متر دي؟ 15 من 100. ف 15 من 100 يبقى المفروض اعلى اكسنتريستي في اكس تبقى 4.2 من 10 متر. طب واي نفس الكلام، لما تيجي تاثر قوه زلازل في اكس هتظهر اكسنتريستي فين؟ في واي. فالمفروض الاكسنتريستي اللي في واي دهيت تكون اقل من او تساوي 15 من 100 في واي بعد المبنى في اتجاه واي اللي هو كان بكام؟ كان ب 10 و9 بالكوابيل يبقى 12، يعني 12 متر. 12 متر في 15 من 100 يبقى اي واي اقصى قيمه ليها 1.8. بقول لك ان اصلا في اكسنتريستي موجوده مينيمم بناخدها هي 5 من 100 زي الاكسنتريستي اللي كنا بناخدها كده في العمدان، مش كنا بنقول مينيمم اكسنتريستي كانت كام؟ فبرضه نفس الكلام مينيمم اكسنتريستي في بين السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي بناخدها 5 من 100، ودي ال 5% لو فاكر اللي دخلناها فين؟ في اللود كيسز بتاعه الريسبونس لما قلت لك هندخلها ب 5 من 100 ونعرفها امتى. فاكر ساعه ما دخلنا في الدايفرام اكسنتريستي 5 من 100 اهوت، هي دي 5 من 100 اللي هي المينيمم اكسنتريستي اللي بندخلها في كل دايفرام. تمام؟ فهمنا كده حته السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي. لو عايزين نشيك عليها ان هل بقى السيستم مظبوط صحيح ولا في بقى في مشكله، هنيجي قبل ما نعمل ران نفك ران تاني، هنيجي من حته من اناليسز سيت لود تو كيس تو ران، وهتقول له من اناليسز سيت لود كيس تو ران، وهتقول له احسب لي الدايفرام سنتر اوف ريجيديتي وتدوس عليها صح، تدوس اوكي وبعدين تعمل ران. كده وعمل ران، عايزين بقى نعرض السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي. هقول له ديسبلاي شو تيبلز من اناليسز
result structure result و center of mass و center of rigidity. هقول اوكي اوكي. هي مديني مثلا ده ستوري 1 لغايه ستوري 14. هشيك من ستوري 1 لستوري 14 مثلا. في ستوري 1 اهي الاكس سي ار والواي سي ار ده الايه؟ الريجيديتي. في اكس واي الاكس سي ام والواي سي ام ده الماس سنتر اوف ماس، بس في اكس واي فهنجيب اكس ناقص اكس 17.3 ناقص 13. 17.3 ناقص 13.5 هتساوي 3.8. دي اي اكس، اي اكس المفروض ما تزيدش عن كام؟ 4.2. يبقى كده انا ايه؟ في واي 5 ناقص 5 خلاص حاجه بسيطه جدا ارقام عشريه، المفروض ما تزيدش عن كام في واي؟ 1.8. تمام؟ دي كده ايه؟ تشيك بتاع السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيتي. نفترض اعلى كل ادوار. برضه دي رايح؟ يعني ايه هي؟ اه مفترض يعني انت المفروض برضه شايك عليهم، شايك عليهم كلهم. طلعوا اكبر من المفترض من القيم لو كبرت عن 15% ده بيبقى ايه حلها؟ حلها ان انا بقى بشوف سيستم تاني، ان انا اوزع حيطان تاني. ان انا اوزع حيطان بطريقه سيمتريه بحيث السنتر اوف ماس يقرب قوي من السنتر اوف ريجيتي. طبعا افضل شيء ان هم ينطبقوا على بعض. نطلع بصفر زي الواي كده زي ما شفناه من شويه. ولو طلع في فرق ما يزيدش عن كام؟ 15%. زي 15% خلاص بتبتدي بقى تشوف الحيطان بتاعتك موزعه بطريقه سيمتريه ولا لا؟ هل انت مطرف حيطه في حته معينه فهي دي اللي عملت الفرق؟ بالشكل ده يعني. بعد كده هنبتدي نعرف الكومباينيشن عشان نصمم بقى العمدان. ديفاين لود كومباينيشن اقول له اد نيو كومبو. انا يبقى عندي اربع حالات للسيزميك، اربع حالات التيميت للسيزميك. ليه؟ لان انا دلوقتي هعرف الريسبونس. لما كنا بنعرف الاستاتيك كنا بنعرف حاله سالب وحاله موجب ونقعد نعمل كاننا نعمل يعني نقعد نعمل سالب مع موجب وموجب مع سالب في اكس وواي وهكذا. انما هنا لا، في الريسبونس خلاص هو الريسبونس اصلا بياخد الداله على بعضها فدخل كل القيم في موجب. فعشان كده انا عندي اربع حالات بس اللي هم ايه؟ هقول له التيميت واحد عباره عن الديد كل الديد التوتال ديد 1 و12 ديد 1 و12 الوول 1 و12 الكفر التوتال ديد 1 و12 التوتال ديد عباره عن ايه؟ ديد وول كفر. ديد اللي هو الاون ويت والوول والكفر 1 و12 والكفر 1 و12 ربع اللايف ضيف لود ربع و تاخد الريسبونس اكس هتضربه في كام؟ بالظبط الزلازل اصلا التيميت فضربته في واحد والريسبونس واي. قال لك الكود بيقول لك تاخد اتجاه وتلت الاتجاه الثاني، يعني ما تاخد ريسبونس اكس تاخد تلت ريسبونس واي بوينت 3 3 واي. تمام كده؟ تقول له اوكي. بعد كده اقول له اد اكابي التيميت 2 نفس الكلام بس المره دي اخليها ريسبونس واي هي اللي بواحد واخد معاها مين؟ تولت ريسبونس اكس. تمام كده؟ اوكي. بعدين ادا كوبي اقول له التيميت 3 عباره عن 9 من 10 التوتال ديد. التوتال ديد 9 من 10 اللي هي الديد والوول والكفر مفيش لايف، في حاله اللايف دي اعمل لها ديليت وتاخد برضو ريسبونس اكس وتولت ريسبونس واي. ريسبونس اكس وتولت ريسبونس واي. اوكي. ادا كوبي من الاخيره من الثالثه اسميها 4 ونفس الكلام بس المره دي اخد ريسبونس واي مع مين؟ مع تولت ريسبونس اكس. ريسبونس واي مع تولت ريسبونس اكس. اوكي. بعد كده بقى حاله الالتيميت بتاعتي اللي انا عارفها اللي هي عباره عن ايه؟ التيميت فيرتيكال التيميت 5 اللي هي 1 و4 ديد 1 و4 الوول 1 و4 الكفر 1 و6 مين؟ اللايف 1 و4 الوول 1 و4 الكفر واللايف بكام؟
4/10 اللايف. اوكي، ونعرف لنا حالة working برضو عشان هنحتاجها دلوقتي، هنشوف هنحتاجها في ايه. working working عبارة عن ايه؟ كله في واحد. did لول ريكفر لايف كله بواحد. did لول ريكفر لايف بواحد. اوكي اوكي، كده عرفنا حالة التحميل. اخر حاجه بس انا عايز اوضحها، دي الحته احنا كنا شرحناها بس ما اشتغلناش عليها، اللي هي الايه، حته الدروب ده. قلت الدروب ده استخدامه ان انا بعمل داتا دروب لو عندي في الباكيه دهيت سيكنس مختلف، فاعرفه ايه دروب، اعرف الباتا دي خالص وقف في الحته دي اللي هي سيكنس مختلف، اعرفها دروب بنفس السمك بتاعها. والله كانت 22 دخلتها كام؟ 22. كانت 18 دخلتها 18 والباتا بتاعتي 20 عادي. وقلنا الدروب ده هو بيدخل نفسه بنفس الطريقه في الايتابس وفين وفي السيف. قلنا في الايتابس لو عليه فرق احمال او عليه احمال مختلفه او عليه نفس الاحمال، في الايتابس بدخل عليه نفس الاحمال اللي عليه كلها، ما دخلش الفرق. ليه؟ في الايتابس بيلغي الاحمال اللي تحتيه. فتمام. فدلوقتي هندخل مثلا على الباتا دهيت الكفر ب 2/10، اللايف بربع، الول بربع. مثلا هو عليه نفس القيمتين 2/10 وربع في الول والكفر، انما في اللايف عليه نص. فدخل عليه ايه دلوقتي لما اعمل له اساين؟ هدخل عليه في اللايف اساين شيل لود يونيفورم، قلت عليه لايف بنص، ادخل ربع ولا نص؟ كله، لانه بيلغي الاحمال اللي تحته بالظبط، فخليه نص. اد بعدين نقول له ماشي تمام ابلاي. اختاره تاني عليه كفر 2/10 زي البلاطه، ادخل كام؟ 2/10، ادخل اللي عليك كله ماليش دعوه كانت البلاطه عليها ايه؟ 2/10 ابلاي. عليه وول ربع برده زي البلاطه، فدخل برده ايه؟ ربع كله، ما دخلش الفرق، ابلاي. تمام كده اهوت. انما لو في السيف ادخل الفرق، يعني الول والكفر يخشوا هما نفس الحاجه ما يخشوش، لو في السيف ما يخشوش. اللايف بس هدخل كام؟ لو ربع بالظبط كده. كلوز، انا دلوقتي مش محتاجه خلاص. ديليت، انا مش محتاج بس غير البلاط وعليها الاحمال بتاعتها 2/10 ربع ربع. كده دخلنا الكومباينيشن 3 دي، نبتدي نرن. ده كده اول جزئيه خلصناها.